شغال الشعب السوداني عندك كرامتك عندك بناتك ده شرفك انت كشعب السوداني كلك في مكان لازم انت تفتح عينك انه ليه الجرائم دي نازل زمان ما في ليه نازل بعد ما ظهروا هم الاغتصابات دي كتر ده العدو حقك يا اخي المدنية بتاعتك محددة ما محددة حمدت ده عرفت الذهب حقك سارقه انه سارقه حمدت ده عرفت اي شيء في البلد دي عامله حمدت ده اي شيء في البلد ده حتى الثوره سرقها منه سرقها حميتي ده اما الزول اللي اسمه البرهان ده ثانوي ساكت ما عنده اي موضوع وقاعد ساي وهو بيطبل وماشي وراه لكن البرنامج ده كله بتاع الدوله السودانيه ده كله في يد الزول اسمه حميتي ده الشعب السوداني مطالب والله والله الا تتحد كمات وحتى اقسم بالله العظيم الزول ده ما بتقدر عليه الناس طالما كل عرفت في جميع انحاء السودان انه الزول ده هو عدو الشعب السوداني كله وجرائمه كلها بتتشابه في كل الأغاليب الناس مفروض تتحد الناس مفروض تتحد وتواجه الناس اللي بدعوا للانتخابات أنا جاي للناس دي طبعا في ناس عقليتهم بسيطة خالص بيشوفوا إنه الحل بتاع السودان ده في انتخاب المشكلة مش انتخابات انت الآن ما عندك دولة يا رجل في ناس قطار وأنا في جزء وأنا يعني عندي تواصل معهم لكن انا ما كنت متخيل يوم من الايام انه هم يجوا يفكروا بالسذاجه دي انه يا اخي الانتخابات حتكون المخرج في الوقت الراهن المخرج للسودان انه انتخابات الدليل شنو اول شيء السودان ده عندك مناطق برا 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 الجغرافي حقتك عديل برا السيطره الاداريه بتاعت الجيزه عندك في كاودا وجبال جنوب كردفان وعندك في جبل مره المناطق دي ده ما مواطنين سودانيين ده برا الحاجه الثانيه عندك سيوله امنيه عندك تفلتات عندك ملايش هتعمل انتخابات كيف ما عندك قروش عندك شبه مجاعة عرفت في شبه مجاعة مفروض الناس يعلنوا ذاته البلد دي هسي خاشة في جوع تعمل انتخابات كيف عندك 3 أو 4 مليون لاجئ عرفت عندك نازحين ما عندهم حد انت كيف تعمل انتخابات في الفترة دي وبقول لك انه ما حل الانتخابات حلوه انت معناه دار تشيل السلطه تسليمها للكيزان دي راجعين انه هم يواصلوا ده الزول اللي بيقول دار انتخابات اي زول بيقول دار انتخابات معناه دار الكيزان يراجعين واي زول دار يقول انتخابات دار يخصي ناس مواطنين سودانيين يخصين برا الانتخابات من حقهم الطبيعي حقهم الدستوري لو في دستور في بلد دار يخصين منه ذاته عرفت دار تخصي ناس مواطنين سودانيين انه هم ذاتهم ما يكونوا مشاركين ولا يكونوا جزء من انتخابات ولا جزء من دوله ذاتهم ليه لانه انت دار تقييم انتخابات في ظل عدم وجودهم هم ذاتهم هم ما فيشين تقييم انتخابات كيف ما في انتخابات بتقوم في البلد دي الزول يفكر كده زول بلسان الحال الثوره دي مستمره والثوره بتاعتنا ما وقفت الثوره دي ما وقفت الثوره دي مستمره وماشيه وقفوها ناس الضب الميت ناس حمدوك دي لكن هي عمرها ما وقفت وكل يوم قاعد تكتسب قوة وكل يوم الناس قاعدين يزدادوا وعي وكل يوم جرائم الزول اللي اسمه حميتي ده بتظهر للعنن وكل يوم الناس بيزدادوا يقين انه حميتي وملاشي ديل هم سبب الأذى وسبب البلاوي في السودان كل يوم الناس قاعد تشوف حميتي ده على حقيقته انه هو قاتل وانه هو مغتصب كل يوم كل صباح الناس بيشوف انه حميتي ده بيسرق الذهب حقهم بيمشي بيشتري بسلاح بيجي بقتلهم به كل صباح الجرائم بتاعت الناس قاعد تظهر ودي حاجه كويسه ودي فائده الثوره السودانيه قامت كشفت المستور كشفت الظلم الواقع على الناس التانيين كشفت الظلم والدمار الحاصل في المناطق البعيده الناس اللي قال ما شايفها كشفت حميتي ده بحقيقته كشفت ظلم البشير وظلم الكيزان ده لانه كيف انه هم ناس قاسين وناس ملاعين وناس ما عندهم دين وما عندهم اخلاق لما مشى جابوا لنا زول اسمه حميتي عشان يقتل الشعب السوداني كل يوم الثوره دي مستمره وكل يوم نحن بنشوف الظلم الشعب السوداني اتحد عدوك ده اسمه حميتي عمنا عقار قال لك قال نحن في مرحلة الوقوف بتاع شنو يا شايب يا مجنون يا عقار يا دروش عقار ده زول فقد البوصلة الشايب ده فقد البوصلة هو ده السيدان مع ناس انت بتقيم انتخابات في ظل زي ده كيف يا عقار تعرف الناس يفكروا كيف انت يا مالك عقار كيف تقوم انتخابات الليلة في دولة زي دي انت برا قلت انه البلد كله زول شغال برا وكيف تقوم انتخابات في فترة كله زول شغال برا وزاد كل زول شغال برا وكل زول شاغل انت ما قلت شاغل داسي كيف يعني تقوم انتخابات في فتره بتاعت شاغل في مرحله بتاعت شاغل ما عنده يجي كلام ساخط كلام فارغ ساخط الناس زمان كنا فاكرين راسك ده فيه حاجه راسك ما فيه اي حاجه ساخط كلام فارغ ديوس ساخط زول دلدول ساخط وسخن جيتوا رقدتوا كلكم لحميتي ورقدتوا للبرهان
كل زول ما داير يمشي الغابة، تاني ما داير يمشي الغلا، ويناي قعدتوا بس هو شغالين تطبلوا كل يوم تتآمروا ضد الثورة السوداء، لأنه عارفين إنه الثورة بتاعت الشباب دل الحاجات اللي بتخطها إدوا ما إدوا برا أشياء ده كلهم برا بين الناس. اللي أنا بحي من هنا النسوان البنات اللي في النسوية دل البنات الشابات الأصغر من 30 وإنت جاء الناس دي الناس كويسين، الشياب العجائز النسوان الفوق للثلاثين ده كلهم فارغ ساكت، كلهم وسخ ساكت، كلهم عنصريات وقليل، كلهم ما عندهم علاقة زر. لكن البنات من 30 ولا جاي زي الثورة زي الشباب اللي في الشارع دل أي زول فات العمر بتاع الناس دل هو زول فاشل ساكت زول وسخان بين إحنا صار. الشباب الصغار دل هم أفكارهم والكلام اللي قالوا ناس كشة الله يرحمه وقالوا ناس عباس وقالوا غيرهم هنا الكلام ده بيختلف من كلام الشياب دل كل شياب كل الناس عوالي كل زول بينظر باتجاه جهوي كل زول بينظر ببوابة بتاعت شخصه زي عندنا ناس عقاردل أسي بعينه إنه هم كان قامت انتخابات عشان هم يكونوا باقين نفسي ونفسي جبريل ده. كان قامت انتخابات عشان هم يلقوا نفسهم يلقوا وظائفهم دي قاعدة كان قامت أي حاجة هم دارين يكونوا قاعدين لكن الثورة دي قالت نو الثورة دي قالت بناء دولة مش بنيان بيطوب وحجار زي ما الفارد دلو. لا لا بنيان ساسات تحت بلد بنيان عديل بتاع هناي بتاع دولة قواعد أسس عرفتها مؤسسات عشان تحكوا عشان الدولة تقوم على الكلام ده الناس دي بيلقوا نفسهم برا عقار برا طائر حجر برا مناوي برا منو داك توم حجو برا البرهان برا الجنجويت في السجن البرهان في السجن ده كلهم بيلقوا نفسهم برا الناس دي هم ضد انه تقوم لنا دولة بتاعت مؤسسات عرفت والناس دي كلهم هم ضد الشباب الهسي ده والشباب الهسي ده مو من السودان حقه ده شايف السودان حقه ده لو تخطى في ساسات حقيقية بيمشي لقدام ويكون أفضل بلد الشياب ديل الوسخانين ديل الناس الفوق لي 30 سنة ديل هم مصرين إن السودان ده لا لازم يمشي بفهمهم هم وفهمهم ده ضر البلد دمر كتر العنصرية كتلوا بعض دمروا فصلوا السودان لقسمين ديل الناس العنصر عجائز النسوان على الرجال ما هو ناس حياة ديل ناس حياة وناس غير وناس ديل ديل النسوان ما عندهم موضوع ساكت ناس بلد ساكت راس فادي قرع ساكت عنصرين بس كلهم مناوي طاهر حجر جبريل ما عارف ليك منو قريبنا عقر كلهم ناس وسخ ساكت عرمان كذلك كلهم بيدا كان الخمسة لا كلهم الناس دي بيختلفوا من الجيل الهسي ده الثورة دي حقت الجيل ده انتوا يا خمشوا يا اخي ما في صوت دايركم بين نسوان الخشات في نسويات هسي ده زاد الهسي خشوا في منسم وقالوا ماما بين نسوان ده زاد العجائز كلكم فارغين ساكت كلكم فاشلين كلكم ناس فشل ساكت الكمبنات كان رجال كان نسوان كلكم ناس فاشلين ساكت دمرتوا الكف عنصرية بس في اتجاه كان هم جايين من الغرب بعينوا بس ان هم كغرابة ان هم مناصبهم وحقوقهم في السلطة كم من الشمالية كذلك لا ناس الغرب ده سيطر على كم من الشرق كذلك لا نحن ما عندنا ونحن نجيب ده كم من الوسط كذلك كلهم دي أزمة جيل الجيل الجديد ده هو متحدي الناس كلهم هو قايم بصورته هموم بالسودان ده كله حقه ما بعرف ليك دي قبيلة ولا داك لون ولا داك اتجاه ده جيل الحسر يا أخي انتم بتعرفوا انتم مؤمنين بقبائلكم يا أخي مش خلونا يا أخي انتم مؤمنين باتجاهاتكم انت جاي من الشرق ده جاي من الشمال ده يا اخي امشوا يا اخي امشوا لانه انتم ما بتقدروا تقوموا البلد دي ما بتقوم باتجاه البلد دي ما بتقوم بقبيله الناس الجايين بالقبيله وبصفوا ما في بلد بتقوم بقبيله ما في ماليشيا بتحكم دوله يا حمدتي ما في ده كلام فارغ ساكت الزول اللي قاعد ناس صافي النور ولا ناس علي مسار ولا الوسخ ديل اللي بيحكوا لك الحكاوي ده الناس مجانين ده من جيل السقارة ديل جيل الناس المرضانين الناس العنصرين ديل افكارهم دي ما بتتحقق ده كان زمان ده في عصور ما قبل التاريخ لكن الان الاجيال دي يا اخي دي اجيال جديده ما بتقبل الكلام الفارغ ما في زول بيتقبل يشوف انه ناس علي مسار ولا عمك اسمه الزول الوسخ ده يا اخي الشرتايات والوسخانين ناس هناي ناس لا 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 عواليك يا اخي اسمه منو يا اخي التجاني سياسي ولا التجاني قيامة ما في زول بيتقبل الناس لان هم يمثلوهم الليله ما في شباب الصغار ده لو في دارفور لو في وين ما في زول بيقبل انه التجاني سياسي ده يعبر عنه ده الناس فاشلين
يا اخي افهم يا تجاني سيسي امرك يا اخي امشي ما تتامروا ضد الشباب ديل يا اخي الناس بيجوكم في بيوتكم بيجوك في زالنجي بيجوك وين الناس الشباب ديل ما بخافوا الشباب ديل بيجوك عشان بلدهم عشان هم شايفين السودان ده واحد مش انت شايف السودان ده قبيله ولا انت شايفه عشان انت جدك فلان ولا جدك علان ده كلام فارغ سكت في كل نازل خلوا الشباب ديل في خلوهم في ثورتهم خلوا النازل في ثورتهم يتواصلوا طريقكم انتوا فاشلين اصلا عندك معاشك وكله وعامل نايم حاجاتك السرقتها شلتها وجيت اتفاقيه السلام الفاشله اللي عملتها يا اخي انت امبارح كنت بتقول انه البشير يكون مرشح ل 2020 لما انت ولا بتخجلوا ذاته ده ياسر ناس خايسين ناس خايسين ناس زمن ما عندكم او لا مش ده كنت بتقول تقول انه البشير ده لازم ينزل يترشح في 2020 عرفت ولما قلت انه يا اخي بتجهزوا له ناسكم هنا ليه لانه انت عاملين فيها ادارات اهليه واداره كلام فارغ سكت يا اخي خلوا الثوره دي لناسا خلوا الثوره دي لناسا وتحالفاتكم دي ما عندها علاقه مع الشارع ولا مع شرعيتها ذاتها ما بتستمد مننا الزول اللي بيقول انه هم زي صندل قال لك انه شرعيته هو شرعيه ثوريه كذب الزول عندي شرعيه ثوريه وحيد في العدل والمساواه كان دكتور خليل والليله ذكره الله يرحمه ثاني ما في زول عنده شرعيه ذات كله كذب ساكت وسخ ساكت كله وسخ ساكت كلكم ناس ارزقيه انت زول بتاع دفاع شعبي زول مجرم سكت اما الزول الثاني ده ما عنده علاقه ذاته ما في كلكم كذابين وحراميه وارزقيه جيتوا بس تسلطوا في رقاب الشعب السوداني ده وفي ثورته كل زول بيجي بيقول نحن قال ثورتنا دي قالوا انه هو المناصب حقته مستمده من الشرعيه بتاعت الثوره السودانيه كذاب يا زول ما عندك علاقه بالثوره السودانيه يا زول انت زول بتاع دفاع شعبي انت قتلت الناس يا اخي انت دمرت الناس بالرغم من خلافاتنا مع دكتور خليل القديمة وجا رجع اعترف وقال لك انه يا اخي انه لقى انه الدولة دي يا اخي النظام هو اسلامي حد ما توفى لكن احنا بنكن له احترام في مواقف كثيرة مواقف كثيرة كان عبرت غيرت مساره ذاته عشان كده انا بترحم عليه وتزول وعيز والبطل وربنا يرحمه ويتقبل لكن الوسخ اللي قاعدين تقول لهم ما عندهم علاقة بالثورة دي الناس مناصب سكت كلهم حركة وما في زول ذات يوم يعني جريء يجي يتكلم وينقض نفسه انه كان ماشي في الخط الخطأ الا خليل كان عمله الناس كلهم ما في زول عمله زول ما في زول جا قال انه يا اخي نحن كنا ضد ارادة الشعب السوداني وقتلنا الشعب السوداني بظلم وبجهل عرفتها ما في زول كثير عمله لا الليلة اسي الحيوان اللي قبل شيء الكتب صلى الله قال لك انه قالوا بيستمد شرعيته وشرعيه وجوده في الحكومه الهسده قال من الشرعيه السوريه كذاب ما عندك علاقه بالشرعيه السوريه السودانيه انت زيك وزي ناس البشير قاعدين في سجوننا الواحد انت زول ضابط بتاع دفاع شعبي ما مجرم ده المجرم ساكت خليل هنا جبريل كذلك مجرم ما عندنا له اي حاجه جاي تسلطوا في دارفور وما دارفور عشان تقول شرعيتكم جبتها من القضايا الشرعيه بتاعت ناس دارفور. انت لكن لا عندك علاقه بالثوره السودانيه. الله قال جبتها بس من العداله بتاعت القضايا بتاعت الشعوب في شعب في غرب السودان، انت جبت شرعيتك من هناك. ودي شرعيه مسروقه ذاتها. شرعيتك دي ما عندها اي هنا، كلك بحركاتك الاسي وقعوا كلهم من خميس ذاك هناك، من خميسك بكر ولا خميس غيامه ده، ليه اخر حيوان وقع معاكم في الاتفاق ده؟ شرعيتكم كلها جبتوها لانه سرقتوا القضايا بتاعت المحمشين بتاعت اللاجئين بتاعت النازحين، الاسي قاعدين في تشادل قاعدين في كاس وقاعدين وين وقاعدين في شطايه انت جبتوا سرقتوا الشرعيه الاسي انتوا شايفين نفسكم عندكم شرعيه لما جابتكم وركبتكم ولا ونايدا سرقتوها من اللاجئين والنازحين. سرقتوها باسم الناس دي لكن انت ما عندك اي شرعيه وجيت بعد تشوف ما يخجل جا قال لك لا قال انه شرعيته الوجود والهسه قاعده جا مستفيد من الشرعيه بتاعت الثوره كذاب الثوره السودانيه بيقول لك كذاب انت ما ثوره سودانيه يا زول انت زول ثوره قبليه ساكت وانت زول دفاع شعبي ساكت مشيت انحشرت في قضايا الناس ما عندك اي حاجه ما عندك اي حاجه لا اقول لك عدل مساوغي اقول لكم كلام فارغ ساكت كلكم كلام فارغ ساكت ما عندك علاقه بالثوره بتاعت الشباب دي وانتوا لو ما الثوره دي لو ما كان قامت انتوا كده كده جايين انتوا جزء من نظام البشير ونحن عارفين الكلام ما كان متحركين في 2017 و18 جايبكم الصادق المهدي جايين توقعوا كلكم مناوي منو كلهم جايين طاير حجر وغيره كل الناس دي جايه خش ما عندك علاقه بالثوره بتاعت النزل عشان كده ابعدوا منا والله بتلف واصلا انتوا حتسقطوا كلكم من البرهان من حمدوك بتاعكم برهان حميتي كلكم كباشي وغيره الوسخ ده كلكم بين ناس الحركات الاسي لمو ده انتوا لازم تسقطوا كلكم سوا لانه كلكم ما عندكم علاقه بالثوره بتاعت الشباب دي
والشباب ده ثورتهم مستمره يومي يومي بيقدموا شهيد يومي للناس زي الاستطانه اللي جنجويد يومي بيجوا يختصبوا زول عشان يكسروا الناس. والليله كان في اغتصابات في غرب السودان عرفت الليله دي كان في